أم البنات، هذا ما اشتهرت به وفاء، التي لم تكتفي بتعلم الخياطة وإتقانها فقط، بل افتتحت مشروع فنوني للتدريب النسوي في مديرية كريتر، فجعلت من هذه المساحة عالماً من الإبداع ومدرسة تعلم وتخرج منها غيرها من النساء اللواتي يرغبن بممارسة الخياطة واتخاذها مصدراً يساعدهن في تحسين وضعهن المعيشي. يعني في بعضهم يحبوا إنه يشتغلوا، بس ما فيش يعني من بيعلمهم. يعني التعليم أكتره كان رجال، أكتره كان أماكن بعيدة. طبعاً أني ساكنة في كريتر في الخساف، والمركز حقي في الخساف، وما فيش هذا المركز زيه يعني للنشاطات النسوية. نفسي يعني المشروع حقي يكبر أكتر وأكتر. بهذه المعدات البسيطة تنسج هؤلاء أحلامهن على أرض الواقع، فهذه القطع التي أبدعن في قصها وتشكيلها وتمازج ألوانها لتصبح ملفتة للزبائن، هي عملهن من اليوم وصاعدا، الذي من خلاله سيواجهن متطلبات الحياة المعيشية الصعبة. دعم هذه الأسر والطالبات وكثير من الأسر المتعففة، ومعانا كثير من النساء النازحات، برضو نازحات من مناطق سكنهم، يعني نزحوا إلى عدن. فهذه المراكز والله تقدم أشياء كثيرة، توفر مكاين الخياطة في المركز، توفر القماش اللي بتدرب عليها ده. بعد كده ممكن هي تروح في البيت تطور من نفسه، تبدأ تخيط هذه الدروع القلبيات، تبدأ بمشروع الصغير. الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي الذي تعيشه العاصمة المؤقتة عدن دفعت هؤلاء للعودة إلى العمل في الخياطة، فافتتاح دورات تأهيل وتعليم النساء يساعد في رفع مستواهن المادي ووضع طاقاتهم الإبداعية في اتجاهها الصحيح، والتي تفيد المجتمع في الحرفة التي يمارسنها.